السلام عليكم الزول في اللون نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالف صحه وعافيه مشاهدي الكرام انتم وفيات القناه وحتى اللي لاول مره نتمنى ما تكونش الاخيره وتدعمونا بالاشتراك بالضغط على الزر الاحمر اليوم باذن الله نحضروا مع بعض بريوش قطني وخفيف جدا بريوش الشمس حين تفهموا التسميه آه بعد ذلك رايحين نكيلو بهذا الكاس اللي يرفد 170 ملل خطوات جد سهله وأعطيكم لكم السر الطراوه اللي آه هو اكيد متوفر في كل بيت خاصه في شهر رمضان اذا آه اذا المقادير هي نص كاس زيت وكاس رايب او لبن اللي ليتح... تقدروا تعوضوه بالياغورت الطبيعي هو اللي راح يمد الطراوه لهذا البريوش ويخليه شيء خفيف جدا مع كاس ماء يكون دافئ مع كاس فرنة او طحين وبيضة نفصل السفر عن البياض يعني نعيد المقادير يعني مع تحضير الوصفة نبدأ بسم الله نفرغو في آه هكذا في الخلاط إلى ما عندكمش آه هذا الخلاط يعني ديروا عوضوه بالبراميكسر نص كاس زيت مع كيلا رايب او اللبن هذا هو سر هذا الوصفه إلى ما عندكمش عوضوه بالياغورت الطبيعي نضيف عليه كاس ماء يكون دافئ مع بياض بيضه والطحين او الفرينه نديرو كيلا ونص هنا في الاول يعني نخلطو كامل المكونات في هذا المرحلة ونضيف السكر حبيبات اللي هو ثلث مغارف كبار مع مغرفة كبيرة خميرة الخبز أو لا مع عشر غرام خميرة الحلويات نخلطو كامل هذه المكونات أو بالأحرى نطحنوهم أو نرحيوهم ونأكد نقدرو تعوضوه بلوبغا ميكسوغ هكذا نطحنو هذه المكونات في الاول صدقوني خطوه مهمه كما لاحظتوا يعني البريش تاعكم اه تحضروه في وقت قياسي بعد ما تحنا اه طحنا المكونات الاولى نضيف نص كيلو او نص كاس فارينة او الدقيق الابيض نخلطو مع مغرفه صغيره فانيليا مع ملح ما فقط نصف مغرفه صغيره تكفي ونواصلوا في الخلط اكيد راح نخلي لكم المقادير المكتوبه بالعربيه والفرنسيه هكذا تستفادوا من الوصفه وتحتفظوا بها المهم انها بدون دلك وسريعه التحضير بعد ذلك نكملوا نفرغوا السائل تاعنا يعني آه اللي تحصلنا عليه دون في ريسيبيون ونغطيه ب بالبابي فيل او البلاستيك الغذائي ونخليه يريح حوالي من خمسة الى عشر دقائق هنا على حساب حرارة المطبخ ها هو بعد ما يريح لاحظوا يعني الى موسي بدون ما يخمر بزاف فقط يريح نبدأ نضيفه الفرينه يعني في الاول درنا زوج كيسان ونضيف كيلتين او زوج كيسان هنا نخلطه فقط بالملعقة ملعقة من الخشب من الافضل تحسوا بالعجينة كأنها ثلج يعني خفيفة جدا ننصحكم تجربوا هذا الوصفة ها هو الكأس الخامس يعني هنا ننصحكم ضيفوه بالتدريج لان الفرناء تختلف من نوعيه لاخرى هكذا نتحصلوا على القوام المطلوب ويجينا البريوش تاعنا ناجح جدا هذا البريوش نحبوه كامل للسحور وصفه معتمده عندي منذ سنين يعني نحضرها في الايام العاديه لفطور الصباح وحتى للغطي خاصه اولادي يحبوه بزاف القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه هو انه نتفادى انها تتلاصق في اليد ونخليوها طريه ابدا تيبسوها يعني فقط كما قلت اعيد نتفادى انها ما تلصقش في يدينا خلاص هنا نكملو هنا نضيف نصف الكاس يعني الكل درنا خمس كيسان ونصف خمس كيلات ونصف فرنة أو طحين أبيض لاحظوا قوام العجينة خطرية جدا وخفيفة بزاف ما سقش في اليد ها هو هنا دهنوا يدكم بشوية زيت أو بشوية زبدة دهنوا جيدا العجينة تاعكم هكذا تعطيكم الطوع وتخدموها مليح دخلوها جيدا يعني كما قلت مغرفة كبيرة زيت او قليلا فقط من الزبدة او المارغرين تكفي ونلموها جيدا لاحظوا رائعة هنا بدون ما تريح نحضروا ان يكون كبير شوية او أه انتم ما والسمك اللي تحبوا تتحصلوا عليه لتكونوا دهنتوه بشويه زيت او بشويه مارغرين مع الفرينه وبسطو كامل العجينه نتمنى تخلو لي تعليق وجام الى كان الوصفه تاع اليوم نال اعجابكم يعني كتحطوها كامل داخل المول تاعكم او السنيوه ثقبوها في الوسط قلتلكم في البدايه هذا البريوش سميتو بريوش الشمس يعني في هذا المرحله تفهموا لماذا يعني نحلوها هكذا في الوسط ونأخذ سكين يعني من غير العادة يعني نقطعها من الداخل وليس من الأطراف الخارجية هو تحصلنا على شكل الشمس أنا عندي خليط سفر البيضة مع قهوة سريعة الذوبان اذا ما عندكمش سلعة الذوبان ديروا القهوه السائله فقط للون اذا ما عندكمش كامل خلطوا صفار البيضه مع الحليب ودهنوا كامل البريوش تاعكم هنا كما تلاحظون في الوسط بقات لي الحفره بقالي شويه من الخليط تاع البيض يعني ما تقلقوش نخليه يخمر هنا عندي مكسرات اي مكسرات تحبوها هنا آه، لكم الحريه حريه الاختيار انا عندي شويه كاوكاو فيلي حمصته مع الكاوكاو مرحي ايضا محمص مرحي اذا عندكم جلجلان ديروه او لوز جوز جوز الهند اي حاجات تحبوها نخلوها تخمر هايلك فقط عشر دقائق هي تضاعف الحجم تاعها خاصة كي يكون أه كي يكون الجو حار والفرن تاعكم تكونوا شعلتوه بدرجة حرارة مئتين كي تاخذ لكم لون من الاطراف بدات تاخذ اللون ايضا من الفوق شعلوا لها يعني طفوا عليها من التحت شعلوا عليها من الفوق ودهنوها هكذا بلا جولي يعني سبق ان حضرنا هذا الوصفه يعني منزلي ناباج منزلي كي تتشرب شويه ديروا لها سك... سكر عفوا سكر غلاس او سكر الناعم تحصلوا على هذا النتيجة بريوش من أروع ما يكون من أخف ما يكون يعني آه ناجحة جدا نتمنى تجربوها وتخلوا لي تعليق وجام إذا كانت الوصفة نالت إعجابكم ونقولكم إلى اللقاء